أهلا بكم. طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بحق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق، وأضاف أن ذلك سيطرح للنقاش في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه. وقال البرزاني إن المرحلة المقبلة في العراق تنسجم مع مطلب تقرير المصير للشعب الكردي. كما أكد البرزاني أن كركوك جزء من إقليم كردستان وأن ذلك غير قابل لأي مساومات بحسب قوله. ويرى مراقبون أن تلك المطالب هي مقدمة للمطالبة بانفصال إقليم كردستان عن العراق. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن واشنطن ستجري محادثات مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بشأن القضايا الأساسية التي تقف عائقا أمام تحقيق السلام. وأشارت كلينتون إلى أن واشنطن سترسل جورج ميتشل مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط إلى المنطقة مجددا الأسبوع المقبل. توصلت قمة الأمم المتحدة المنعقدة في كانكون بالمكسيك إلى مجموعة إجراءات لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت وزيرة خارجية المكسيك إن الاتفاق يعد بداية لعصر جديد من التعاون الدولي حول التغير المناخي، وكانت خلافات في وجهات النظر قد أجلت الموعد الختامي للقمة. أفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان أن 6 من عناصر الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب آخرون في تفجير سيارة ملغمة في مرآب للسيارات بمقر الشرطة الرئيس بولاية قندهار في جنوب البلاد. من جانب آخر، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند أن ما لا يقل عن 15 مدنيا قتلوا مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في لشكرغاه كبرى مدن الولاية. وفي ولاية باكتيا قتل ما لا يقل عن 7 حراس تابعين لشركة أمن خاصة في قصف جوي. إلى اللقاء.